مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. استمرار الموجه شديده الحراره ودرجات الحراره تصل ل 45 درجه، والارصاد الجويه تحذر من اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه وارتفاع الامواج ونشاط الرياح. فما هي تفاصيل حاله الطقس اليوم وخلال الايام المقبله؟ وما هو موعد انكسار هذه الموجه الحاره؟ وما هي نصائح الارصاد للمواطنين؟ هذا ما سنوضحه لكم الان من خلال تغطيتنا الجويه. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعاً في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، واستمرار الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء. ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. أما بالنسبة لحالة البحرين اليوم، فحذرت الأرصاد من اضطراب في حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3.5 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما حالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. من جانبه، كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وقال أن فصل الربيع يأبى أن يكون فصلا معتدلا حتى يلهب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي. كما أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن أشعة الشمس ستكون قوية خلال هذه الأيام ولا يوجد سحب، وذلك يعني أن التسخين سيكون تراكمي، مؤكدا أنه بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء ترتفع الحرارة عن أمس بمقدار 2 إلى 3 درجات إضافية، ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة في قيم 42 إلى 45 درجة. كما وضح أنه بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة سيكون هناك نشاط واضح للرياح مع هبات رياح على مناطق غرب الجمهورية، سيوة والواحات بالتحديد، كما ستصل للقاهرة وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر. في ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية آخر تطورات الموجة الحارة الأخيرة التي تشهدها البلاد، قائلة: بالفعل بدأنا نشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على كل محافظات الجمهورية، بدأت تدريجيا الخميس وصولا لليوم، حيث سجلت العظمى على القاهرة في الظل 39 درجة مئوية والمحسوسة أعلى من تلك الدرجة المرصودة. وتوقعت خلال تصريحات تلفزيونية أن تستمر تلك الموجة لمدة أسبوع على الأقل، تكون درجات الحرارة أعلى من قيمها الحقيقية بمتوسط 5 إلى 6 درجات، وأن متوسط درجات الحرارة على القاهرة هذا الأسبوع تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية في الظل، وهي أجواء شديدة الحرارة وتختلف بكثير عن المحسوسة تحت أشعة الشمس المباشرة حيث قد تتجاوز 40 درجة. من جانبها أيضا، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وقال إن اليوم هناك استمرار في اضطراب حركة الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح على مسطح البحر الأحمر، مضيفا أن هناك نشاط في حركة الرياح على عدد من مناطق الجمهورية أبرزها جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد. كذلك وجهت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة، ومن ضمنها شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف خاصة في الأجواء الحارة، وتجنب الشمس في ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرا و3 مساء، كما يجب ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة لتقليل الشعور بالحرارة، واستخدام واقي الشمس لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، مع تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خاصة في الأماكن المكشوفة خلال ساعات النهار، ومن الأفضل تأجيل المشاوير الغير ضرورية خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا، وإتمامها في الصباح الباكر أو المساء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. والآن مشاهدينا، دعونا نوضح لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات مصر. القاهرة العظمى 38، الصغرى 24، الإسكندرية 34، 22، شرم الشيخ 39، 27، مطروح 37، 22، أسوان 45، 28، بورسعيد 30، 23، وأخيرا شلاتين العظمى 38 والصغرى 25. مشاهدينا الكرام، انتهت تغطيتنا الجوية. لمزيد من المتابعة والتغطيات زوروا موقع صدى البلد. شكرا لطيب المتابعة، وإلى لقاء جديد.